احكي لكم قصة كتير حلوة عن ولد اسمه سامر، وهو بحب كتير اشياء. جاهزين؟ هذا سامر. سامر بيحب يطعم البسة حليب كل يوم الصبح، بس البسة مش مبسوطة. ليش؟ شوفوا وين سامر عم بيحط الحليب. سامر بيحب ياكل لحاله كل يوم بدون ما حدا يساعده. ما بده مساعدة الماما، ما بده مساعدة البابا، ولا بده مساعدة البسة. شوفوا شو عم ياكل. شكله الأكل سباجيتي معكرونة، صح؟ شوفوا تمه كيف موسخ. وسامر بحب يلعب لعبة كتير حلوة مع أبوه، واللي هي لعبة الحصان. سامر بيركب على البابا وبيطلع على ظهره، والبابا بيكون حصانه. وسامر بحب كمان يشوف الجرافة والقلاب. بيروح بيتمشى هو وأمه بيتفرجوا على الجرافة والقلاب. في مرة أنا شفت جرافة وقلاب قريب من بيتي. كانوا جيراننا عم يبنوا بيت جديد، والجرافة كانت عم تجيب الرمل وعم بتحطه عشان يخلطوه ويعملوا البيت. عمركم شفتوا جرافة وقلاب قريب من بيتكم؟ شو كانوا عم بيعملوا؟ في فصل الخريف سامر بيحب يمشي على وراق الشجر. كيف صوت وراق الشجر لما بنمشي عليهم؟ عمركم مشيتوا على وراق الشجر في فصل الخريف؟ أنا بسمع صوت زي خشت خشت خشت. وفي فصل الشتاء سامر بيحب يطلع برا ويفتح تمه ويشرب مية الشتاء. عمركم جربتوا تعملوا هيك؟ وفي فصل الربيع سامر بيحب يطلع برا ويتفرج على دودة الربيع. شو لونها؟ أخضر، صح. في فصل الصيف سامر بيحب يطلع مع أبوه ويطيروا طيارة ورق. عمركم سويتوا طيارة ورقية؟ كمان سامر لما يطلع بالسيارة بيحب يرسم وجوه على أزاز السيارة. في المساء سامر بيحب يسبح في بانيو ويجيب كل الوحوش ويسبح معاهم. كم وحش موجود في البانيو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. مين هون؟ البسة كمان مرة. وفي الليل سامر بيحب يقرأ قصة لأبوه، زي ما أنا هلأ عم بحكي لكم قصة. سامر بحب يعمل كل هاي الأشياء. بحب يطير طيارة ورق بالصيف، وبفصل الربيع بحب يشوف الدودة، وبفصل الشتاء يشرب مية الشتاء، وبفصل الخريف يمشي على وراق الشجر. بحب يشوف الجرافة والقلاب. بحب يطعم البسة حليب. بس أكتر إشي سامر بحب يعمله لما أبوه يعطيه بوسة قبل ما ينام. وتوتة توتة خلصت الحتوتة. بشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة.